حقيقة يعني مثل ما تفضلت جنابك أن السيد مقتدى صدر بهذا التصريح أراد أن يبين بأنه لا يوجد طرف شعبي له القدرة على أن يوفر هذا الزخم الجماهيري وهذه القدرة على الممانعة والوقوف بوجه عتلة الفساد وماكينة الفساد التي بنيت على المحاصصة سوى التيار الصدري، وهو الذي قالها أنني مستعد للتضحية في هذا الطريق ومستعد حتى للاستشهاد، واستفاد من زخم عاشوراء هذه المعاني والقيم التي تنسجم مع حالة الإصلاح. فالحسين عليه السلام لم يخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما لغرض الإصلاح. فالسيد مقتدى الصدر وظف هذه المعاني السامية في قلوب العراقيين لتحويلها إلى برنامج عملي لتغيير ما يشكو منه الجميع. الجميع يشكون مما نحن عليه من حالات انسداد. حتى مفردة حالة الانسداد وهذا الاصطلاح هو من يعني انتاج ومن نحت الأخوة في الإطار التنسيقي، هم من عبروا هذا التعبير الذي لم نجد له مرادفات في القواميس السياسية، لأن السياسة هي مفروض هي فن الممكن وصنع الحلول للمشاكل التي تواجه الشعب، وعليهم أن ينسجموا مع إرادة الجماهير، لا أن يخلقوا حالات انسداد وحالات ولدت حالات اختناق كالذي وصلنا إليه الآن. فبالتالي السيد مقتدى الصدر ما أراد أن يتفرد في قضية التغيير، وما أراد أن يكون هو المتحكم بمستقبل العراق. يقدر الآن لو أراد مثل ما يطالب البعض أن يقوم بانقلاب، انقلاب على هذا البرلمان ويروح يشكل ما يريد وكذا بحسب ما لدينا من واقع. شيخ حسن ذرني المقاطعة أخو، هسه اليوم بعد كلام السيد الصدر الناس يقولون هذا انقلاب أبيض. خب هسه انقلاب أبيض خير من أن يأخذ سيد مقتدى الصدر كل المبادرة بيده ويحدد رئيس وزراء ويخلق كابينة ويعيد ترتيب البرلمان وما شابه بالطريقة التي يشاء. هو الآن قال أنا حتى الانتخابات القادمة ما عندي طمع مبدئيا أنه أنا أريد أخربها حتى أنه أنا أدخل بيها. قد يكون هذا الأمر متروك للجان السياسية في التيار الصدري تقرر ذلك أو لا. قد ينأى بنفسه عن هذه القضية، قد يكون راعيا لكل القوائم المستقلة. بالتالي السيد مقتدى الصدر يريد أن يعطي هذا الانقلاب، لو صح التعبير، على الفساد انقلاب إيجابي جدا. يريد أن يعطي للشعب قدراته وصلاحيته على أن يخطو الخطوة القادمة لتجاوز الواقع المأساوي الذي نعيش به. طيب. فقال اذهبوا إلى انتخابات بعد أن فرزت المعسكرات لتحددوا مساراتكم وتنتخبوا الجهة التي تجدون فيها، سواء من داخل التيار، من خارج التيار، من الجهات التي يحسن الشعب الظن بها القدرة على أنه تصلح هذا الواقع. انتخبوها وصححوا فقرات الدستور وغيروا النظام بالطريقة التي ترون فيها التصحيح المناسب، سواء بالذهاب إلى أغلبية أو بالذهاب إلى نظام رئاسي وليس نظام برلماني حسب رغبة الشعب. طيب. وفق برلمان يمثل الشعب.